توحدت الأهداف ورصت الصفوف وبدأ العمل على قدم وساق لنقلة نوعية في محافظة إدلب. وبعد أكثر من عامين من الحصار بدأت معركة أطلق عليها الثوار اسم معركة كسر القيود عن أريحة الصمود، شاركت فيها الكتائب الفاعلة في المدينة. الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا بهذه المعركة بشيء أكثر ما أننا متوقعينه صراحة. وكان الوقت يعني سبحان الله بعدة أيام بسيطة كنا محررين مدينة أريحة بالكامل وتحرير كافة الحواجز الموجودة فيها. وتميز العمل بالسرية التامة وعدم نشر أخبار المعركة والتكتم على كل التحركات واتباع أسلوب المفاجأة، فتكلل عملهم بالنجاح بتحرير 8 حواجز تابعة لجيش النظام، أهمها حاجز تجمع النفق وحاجز كفر نجد، هذا الحاجز الواقع على الطريق الدولي بين حلب واللاذقية. الحمد لله الله يسر علينا وفتحنا اياها من الحمد لله من جميع الجهات. يعني الشباب كله يعني باللحظه كان ضرب وما يعني كيف بدي اقول لك، الحمد لله الله فتحها ومباشره العالم نزلت وكل العالم شاركت، بلش الاقتحام من جميع الجهات والحمد لله. يعني الحمد لله ما حدا قصر، اللي عنده شيء ضرب واللي عنده اي شيء الحمد لله يعني الله فتحنا اياها. الاهداف انه قطعنا الامداد عن معسكر المصلومي وعن معسكر القرميد وقطع الامداد على مدينه ادلب كلها بالكامل وفك الحصار عن المدنيين. الحمد لله دخلنا لهم الدواء والطعام وكل شيء، المواد الغذائيه. يتقدم الثوار يوما بعد يوم ويضيق الخناق على مدينه ادلب ويقطع طريق الامداد الواصل الى المدينه، ويتساءل البعض هل اقتربت ساعه النصر؟ اورينت نيوز، احمد بربور، مدينة أريحة.